بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 14 من شهر توت المبارك. في مثل هذا اليوم من سنة 444 للشهداء 728 ميلادية، تنيح الأب القديس أغاثون العمودي. وقد كان هذا القديس من مدينة تانيس، تانيس مدينة مصرية قديمة كانت تسمى سوعا. ذكرها أشعياء النبي 30:4 وحزقيال النبي 30:14. ثم صار اسمها تانيس، ثم تغير إلى صاع الحجر، وهي موجودة اليوم في محافظة الغربية. وكان أبوه يسمى مطرا وأمه مريم، وكان قديسين محبين للعطاء. فشب هذا القديس محبا لله، وكان يميل إلى حياة الرهبنة، ولكنه رسم قصة فلازم البيعة مداوما على الصلوات نهارا وليلا، وكان يخدم شعب الله بكل محبة وأمان، وكان يطلب من السيد المسيح أن يسهل خروجه من هذا العالم ليمضي إلى البرية. فأجاب له السيد المسيح، وظهر له ملاك الرب في زي راهب ورافقه إلى برية حتى أوصله إلى دير الأنبا مكاريوس الكبير، وهناك التقى بالقديسين إبراهام وجورجيه وتتلمذ لهما مدة 3 سنوات، فألبساه شكل الرهبان، فصار يجاهد في حياته النسكية بأصوات وصلوات مدة 7 سنوات. وكان مداوبا على القراءة خاصة في سير القديسين سمعان العمودي، فاشتاق إلى أن يتمثل به. فترك الشهيد بعد استئذان آباء الأبدير ومضى إلى نواحي سخا، وأقام في كنيسة صغيرة إلى أن بنى له المؤمنون مسكنا صغيرا على شبه عمود، وصعد إليه ومسكث به. وقد صنع الله على يديه آيات كثيرة، وكانت الشياطين تحاربه، وكان ينتصر عليها بالصلاة ورشم الصليب. عاش هذا الأب 100 سنة، أقام منها 35 سنة في العالم، و5 سنوات كاهنا بتانيس، و10 سنوات في برية شهير، ثم 50 سنة فوق العمود في سخر. ولما أراد الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم، مرض قليلا وأسلم روحه بيد الرب. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية، استشهد القديس فيليكس وريجولا أخته، والقديس أكسيوبر أنتيوس، كانوا من مدينة طيبة بالصعيد. انضم فيليكس وأكسيوبراتينيتوس إلى الفرق الطيبية التي كان يرأسها القديس موريس. أما ريجيولا فقد صاحبت شقيقها فيليكس، ولما تمسكت الفرقة بإيمانها بالسيد المسيح نصحهم القديس موريس أن يرحلوا من أجونام، فمضوا إلى زيورخ ونشروا فيها الإيمان المسيحي. إلا أن الإمبراطور ماكسيميانوس كان قد قتل الفرقة وأخذ يتعقب كل من له صلة بها، فقبض الوالي على الثلاثة واعترفوا أمامه بإيمانهم بالمسيحي وبصلتهم بالقديس موريس، فعذبهم عذابا شديدا حتى ينكروا الإيمان. فلم يتزعزعوا، بل حدثت عجائب كثيرة أثناء العذاب، منها شفاء رجولة وعودتها حية بعد وضعها في شمع مغلي وإجبارها على شرب الرصاص منصهر. فآمن كثيرون، وكانوا يسمعون صوتا من السماء يقول لهم: لا تخافوا، ها أنا معكم، احتملوا ولتنقوا قلوبكم، لأن ساعة دعوتكم قد أتت ولا كليل معدب، وسيكون لكم مجد عظيم
في وسط صفوف الشهداء. بعد ذلك أمر الوالي بقطع رؤوسهم، إلا أن الثلاثة قاموا وحملوا رؤوسهم في أيديهم وصاروا نحو مسافة 26 مترا، ثم رفعوا ورقدوا مرة أخرى، فكفنوهم ودفنوهم وبنوا كنيسة على اسمهم في زيورخ لا تزال باقية، كما أقيمت على اسمهم كنيسة في مكان الاستشهاد بزيورخ، زيورخ مقاطعة بسويسرا. اختارت هؤلاء القديسين شعارا لهم، كما أن ختم البرلمان المقاطعة هو صورة القديسين الثلاثة، وكل منهم يحمل رأسه على أيديه. أيضا وكذلك أقيم دير ضخم للراهبات في كنيسة مكرسة باسمهم، وإليه نقل جزء من رفاتهم، أما بقية الرفات فنقلت في سنة 1601 ميلادية إلى كنيسة الرسولين بطرس وبولس في مدينة أندرمات بسويسرا، ولا زالت بقية حتى الآن. بركة صلواتهم فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.